أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ: يوجد عندنا عادة وهي صيام النصف من شعبان، وعندما نصحناهم بأن هذا غير وارد قالوا بأن جميع الناس يصومون هذه الأيام، هل ورد شيء من السنة في ذلك؟ ورد الصيام أكثر شعبان، إذا كان الإنسان يصوم من شعبان أياما كثيرة من أوله لا بأس بذلك، أما أنه يخص يوم النصف من شعبان فهذا بدعة لا أصل له. أما إذا كان يصوم من شعبان أياما كثيرة وصادف فيها النصف فلا بأس، أو كان عادته يصوم الاثنين والخميس وصادف أحد اليومين صادف يوم النصف من شعبان فلا بأس أن يصومه، لا على أنه النصف من شعبان ولكن على أنه يوم الاثنين أو يوم الخميس. وكذلك إذا كان من عادته يصوم أيام البيض فإنه يصومها من شعبان ومن غيره، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. أما إذا كان يخص النصف من شعبان يصوم ويظن أن هذا مشروع هذا غلط ولا دليل عليه، وما ورد من الأدلة في صيام النصف من شعبان كلها أدلة غير صحيحة ولا يبنى عليها حكم. نعم.